الأجنان والجيرات، سلام عليكم. كتسمعوني كلشي مزيان؟ الصوت خدام، الصورة خدامة. كلشي وداك قبل ما نبداو، كونفيرميو ليا واش كتسمعوني. نادي الأجران والعشيرات. أول حاجة نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكلشي يكون مزيان، وكلشي يكون مرتاح. تكونوا بديتوا ترجعوا شوية للحياة العادية مورا هاد الشهور التعيسة اللي دازت علينا. يا رب ماشي 6 شهور، اكثر من 6 شهور. المهم عام كامل داز تعيس، وكنتمنى ان نكون بدينا تنولفوا شويه على التعاسه، بدينا نتادابطاو شويه مع التعاسه. صراحه اللايف بغيت نديرو، ما عنديش شي، ما كاينش شي سبب اللي خلاني يعني نديرو، الا انني توحشت اللايف، توحشت نهضر معكم لايف. علاش غنعاود نخدم هاد الساوند تراك اخويا، حيت هاد العشيه كامله وانا تنسمعو. عاش كي تسمع لكم ولا لا؟ وغير شي اللي كاين صراحه، ما نطولش بزاف. جيت انا غير باش نقول شي لعيبات. بيان سور كيما تعرفوا كاملين، المستجدات اللي كاينه هي مورسو ديال النوطا اللي خرج هادي تقريبا السيمانه، خرج لو 11 10 ايام وقيله. مورسو اللي صراحة وخا نقول اللي قلت، وهاد الهضرة أنا عارف تنقولها ديما، الدراري اللي متبيني تعرفوني تنقول ديما نفس الهضرة، أن ما تقدرش تخيل رد الفعل ديال الناس حتى تيخرج مورسو، وخا تيق فيه نتا حتى تعيا، وخا يبان لك نتا أحسن مورسو عندك في الكاريير ديالك، راه ما تقدرش تعرف شنو غادي يطرا. راه تقدر تضرب شي مارة ديال بصح، ومورسو تعرق عليه وتخدم عليه، و زعما من ناحيه البيدجي ديالو يطلع غالي وكل شيء، وتعصر عليه مزيان، وتعصر عليه في الوقت، وتعصر عليه في الخدمه وداكشي كامل، وفي الاخر تلوحو ويكون زوين ماشي خيالي ولا ماشي شي حاجه اللي واو، ولا زوين لا ما يتمسك ليه وغيدوز لحاجه اخرى بالزربه. مي هاد المورسو هذا ديال النوطه، الرياكسيون ديال بنادم ما كانتش متوقعه 100 مره اكثر من داكشي اللي في الحالات العاديه ديال نخرج مورسو ديالي اللي هو مورسو ديالي. صراحه كانت تقميره، تقميرة من جهتي انا اول حاجه، واخا انا عارف انني انا زعما مني انا قناعه الشخصيه ديالي انا كنت باغي ندير شي حاجه بحال هكا عاجلا ام اجلا، غير هو دابا في هاد اللحظه زعما في هاد الوقت ما كنتش مبلاني لها بالزربه، جات في السياق ديال الاشهار.
فاش ريحت مع الناس ديال الاشهار وشرحوا لي الافكار ديالهم اللي باغي نوصلهم، بان لي ان هذا هو التوجه الوحيد اللي نقدروا نديروا، اللي نقدروا ناخذوه. فهمتيني؟ واش غني واش غني على الحب؟ خصك تغني على الحب، ما خصكش تغني على الحب قاصح ولا تغني على الحب بشي طريقه اخرى من غير هذه. غير هو ما عمرني في حياتي ما غناخذ شي خطوه ولا غادي ندير شي حاجه اللي ما مقتنعش بها، واخا تكون ماشي في السيل ديالي. الحاجه اللي خصنا نتفقوا عليها هي ان هذا المصادره ما خرج حتى عجبني انا الاول، لان التشالنج الكبير اللي كان فيه هو انه كيفاش غادي ندير انا غندير مورسو تيدوي على الحب باش يعجب الناس، الوغ كو انا الاغاني ديال الحب ما تيعجبونيش على باز ديال الناس، اي واحد خصوصا مغاربه ولا برانيين، انا ماشي ستيل ديالي، ماشي داكشي اللي تنسمع ليه. يعني كيفاش انا غندير واحد الحاجه اللي انا ما مقتنعش بها على باز؟ جيني ما عنديش شي، راسي ما عمرش بالفكره، فهمتيني؟ يعني بديك السهوله اللي يقدر يبان لبنادم انه هذا المرسو هذا، يعني من ناحيه الكلمات ولا من ناحيه الالحان ولا من ناحيه شي حاجه، يقدر يبان انه سهل. وبعض المرات الحاجه السهله هي اللي تتمشى وهي اللي تصدق وهي اللي تعجب الناس. ف بهذيك السهوله اللي تتبان فيه، كنظن انه هو من بين المرسوات اللي عصرت فيهم مزيان من ناحيه الكتابه، لان كل كلمه محسوبه، كل حرف، كل سيلابو محسوب باش يكون في بلاصه. لان ما يمكنش صاحبي نخرج شي حاجه اللي انا ما عاجبني، لا يمكن، ما يمكنش صاحبي نخرج شي حاجه اللي غيحس بها بنادم كما انا حسيت بها. وهذا المرسو صراحه حسيت به. كما قلت انا كنت عارفه مرسو زوين، وفسجلته اون فوا، سجلته كمل في التسجيل فاش خرجت وسمعته عرفت انه مرسو زوين، ولكن ما كنت عارف انه غادي يدير هادشي كامل. الحمد لله ما هادشي ما تقدرش توقعه وما تقدرش تبلاني ليه، واخا حتى ما تبلاني. تنظن ان الحاجه اللي كما تيقولوا، انا عارف ان هاد الهضره تتقال ديما ولا صارت تيبقاو يقولوها ويعاودوها ديما، وكاين انا غنقولها دابا وانا كنعني كل كلمه فيها. الحاجه اللي تخرج من القلب راه توصل للقلب الدراري والدريات، الحاجه اللي تخرج من هنا راه توصل ديريكت لهنا سالينا. وهذا المرسو هذا راه ما كذبتش عليكم فيه، راه خارج من هنايا ديكو راه وصل لكم كامل الحمد لله. صافي غران بليزير. بهذه المناسبه تنبغي نشكر كاع الدراري وكاع الدريات، كاع الناس اللي شاركوا في هذا البروجي. اول واحد في بي بروديوسر اللي تنخدم معاه واللي تيخدموا معاه الدراري ديال الراب في المغرب، تنظن انه ما ولا غني على التعريف. في بي اي حاجه تيحط فيها يدو تصدق، اي حاجه تيخدمها الا هو حاجه دو كاليبر. اول واحد فكرت فيه فاش طاحت الفكره وفاش كنا غادي نخدموا في البروجي هو في بي. عيط لي ديريكت ليها اللي بغينا اللي بغينا صافي صيفط لي هادشي في البلاصه. سجلت عند واحد الصوت هنايا في سبليون. الميكس ماسترينغ تبغي نسلم على عشيري امين فلومين اللي هو اللي تنخدم معاه ديما، هو اللي تيميكسي ليا كلشي، تيماستريزي ليا كلشي من يوم ما ساليت ولا باقي. تشاو لي يوتيوب عليك. كنزة بلانكا اللي هي اللي لاحت واحد البيس فوكال تحت في الاخر ديال المورسو. وصراحه ما بغيت ننسى حتى واحد، مي شكرا اي واحد تيشوف هذا الفيديو هذا ولا تيتفرج فيه تنقول ليه يوتيوب عليك. اي واحد حط صبعو هنايا، اي واحد دار شي حاجه لا من قريب ولا من بعيد، يوتيوب عليكم كاملين. وبيان جور ما نقدرش ما ندويش على كاع الناس وكاع الدراري وكاع الدريات اللي صيفطوا ليا دي كوفر كيغنيو تيلعبوا دي زانسترومون، وصلوني كاع انواع الفيديوهات وما قدرتش نشوف كلشي وما قدرتش نبارطاجي كلشي لان بزاف صراحه تنبارطاجي اوزار اللي كتجي في عيني تجي عيني فيها تتعجبني تنبارطاجيها، مي كاين بزاف اللي ما تنبارطاجيهمش وبزاف اللي ما تنشوفهمش. مي جا نقول لكم
شكرا لكم كاملين، يشوف عليكم واحد واحد وحده وحده كاع الدراري كسوال كي اللي يلعب بيانو كي اللي يلعب جيتار الكتريك كي اللي يلعب جيتار اكوستيك كي اللي يلعب الساكس كي اللي يلعب القانون، المهم داكشي كامل اللي كيوصلنا راه نحاول انا نوع شويه ونبارطاجي الحوايج اللي تيتوشوني على الاول. تنشكركم كاملين، تنشكر كاع اللي غناو دي فيرسيون اللي ماشي بالعربيه اللي ترجموا اللي ترجموا للشلحه اللي ترجموا للريفيه اللي ترجموا للانجلي اللي ترجموا للنرويجيه اللي ترجموا للالمانيه. تنقول لكم يتوب عليكم، صافي غون بليزير ان هاد الاغنيه هادي وصلات لدرجه ان الناس ولاو باغيين يغنيوها بلغات اخرين باش يحسوا بها. اوكي يتوب عليكم. صراحة شي اللي كنت باغي نقول، ولكن بغيت ندير واحد البلان اخر باش نشوف. خليك معايا واحد الدقيقة. نطلع عندي هنا واحد العشير بغيت ندوي معاه. Yo, what's good? What are you telling me, bro? Fini kinta sahbi. What's good? How's that, akhoya? What are you telling me, bro? I'm here, bro. I'm in the trenches. Look at this wall, cuz. Fini akhoya nja. It's a hell of a dar. It's gonna go shot. Spend the show with me. La la connection, kena akhoya. We're not in the Maghreb. Don't worry. Ya salam. تقول لي بغيت انا دابا نهضر معاك. خلينا نهضر معاك دو يا زين. بغيت نهضر معاك ديك الهضره اللي هادي 10 ايام وانت ما باغيش تقولها ليا. قولها ليا دابا. انت مالك يا زين؟ I'm serious. Listen, I never gave you my opinion. I know. We didn't get deep into it. Like we didn't deconstruct it. I mean, look. For me, it's not my kind. This must be. One of the songs. This is why I was surprised. Yeah. So for me, I'm not gonna lie. This is not my kind of song. Nigga, this is not my kind of. I know. Akhoya, so we'll see the end. Shut the fuck up. I mean, look, bro. I liked it, but I never liked it the first time. أول مرة من اللي سمعت ما عجبتنيش. It's when I heard it second time and I focused وكنت بوحدي ومريح with headphones and shit. That's when it hit me, because this is one of those songs that hits you. You know what I mean? It catches you off guard. Yeah. فهمتيني? So it never caught me أول مرة. سمعت مزيكة مزيان وخممت في واحد الساطة and then it hit me. I was like, yo. okay. I feel you. Yeah. Listen, the message was delivered. فهمتيني? That's the most important. That's what I liked. أخويا listen, it's a challenge. فهمتيني? As I said. I don't know if you heard. خويا راه ما يمكنش دير أغنية ديال الحب ونتما and stay on the fence. نتما عندك ديال الحب. Yeah, it's true. We need to be in love, it's true. فهمتيني راه هذا هو التشالنج الأول أخويا ديال لأن شوف باش نكونوا واقعيين. هاد
the song كانت غادي تعجب مثلا انا باش نكون واقعيين وما كاوش انا الدريات هذه اغنيه ديال الدريات غتعجب الدريات كاين ذا تشالنجز كيفاش باش تعجب الدراري That's what and I was surprised. From Jimmy. Oh, surprise! Love song, Dreyas, Kim, Dreyas, moment she, from Jimmy, natural. Natural. Yeah. Dreyas, but she from Jimmy. That's what I'm saying. But the reception. That was the challenge. But the reception was good. Dreyas, better to my side. Dreyas was like, fuck it. Just one location as well. From Jimmy, just one location as well. Everyone was at home. From Jimmy. Dreyas, she sent me a video of some Dreyas. Yeah. Which is cool, boy. I want it. That's what I want. I just wish I had a chance to meet the Lord. Understand me? It's true. And you can tell with this project, you can tell that that's what it was. Rabin, a little missing head track. Like, oh, the first time you hear it, you put yourself in your shoes. And then when you understand the lyrics, you put yourself in your own shoes as a listener, as a consumer. شو هاللي تسمزك؟ تحط راسك بلاستيك أول مرة. عادك ساعة تحط راسك بلاستو. And that's when it hits, and that's why it's powerful. Yeah. Because it's personal, you know what I mean? Well, the thing is, the kim less lish, betum machelan lish, betum her his catch for Karom, machel she was. It doesn't even have to be about love, Virginia. And I said, what, two shanas, which is a poem, such a gulia, more so carnival, the light hamau. Yeah, it's true. Two felly addish rain, خوادرين حاصل في شي بلاصه برا ومش على ديما الشتو هاي ماشي true bro I got a question for you انا عندي سؤال نسول لك انت so if you had the possibility I'm not saying this is عربية اذا كان عندك if you had صاحبي if let's say okay let's say بالعربية ويا شو نص yeah. if you had the opportunity to دير remix and had track like an official remix and you have to pick two people anywhere ماشي غير المغرب ولا anywhere في العالم you could pick two people Ooh. To be on the remix and you had the choice continue forget budgets forget feature money مسا كل شيء Wow. Okay. But you want it to reach everywhere. So, you know, I'm talking singers, I'm talking مشي الراب. بلاجي. يلا سير. بلاجي خلنا نفكر اخويا. هذا سؤال. خويا دير معايا شي انترفيو. خويا هادشي اللي كاين. So, نعزل منين ما كان نعزل تو اورد. Yeah. You know, my remix, you know. Yeah, okay. alive though. We're not doing that. You know who am I gonna pick? Khoi, sure. Has to be Adele, khoi. Has to be. Adele, yeah. Has to be. Shit. Has to That's be it. Adele. If you pick Adele, you can't have another one. Adele is after. You see it? Yeah, well, maxed it. Alright, cool. But think of it on the same song. نفس track. دابا عادلة تحطها مع شي واحد اخرى ولا شي واحد ما مزيني يلا بلاتي واخا I got you like ادل غتاكل المورصو بوحدها مزيني غتحط ادل انت ما كاينش مزيني تعيط قفطه اخويا لزن راح يقول لك ماري جي بلايج شاو يقول لك ريانا No, but you want to balance it, khoya. If you put Mary J, you can then put, I don't know, fucking Ja Rule or Shakalawa. You know what I mean? You can mix it. What are you talking about, Ja Rule? Hey, that is real. John Legend. Yeah. John Legend and then Beyonce on the hook. That's listen, are you going to love this? Legend. Are you going to love Kid Cudi? Ooh, Kid Cudi's a good one. Kid Cudi will give it the hum in the Kid Cudi. That's a good one. That's a good one. All right, cool. If it was an official. Rihanna
ممكن تشوف برونو مارس اخويا. You made your point. What if we were talking in Africa only? Africa? Yeah. Well, Africa, I'm saying. I don't know. Well, Africa, yeah, the Maghreb, yeah, I'm saying. Maghreb. Get Wizkid on the outro. Wizkid? Yeah. I'm a good musician, I don't think you know Wizkid. No, I'm saying. Alright, go on, from Maghreb. From Maghreb? Ooh. Yeah. An official remix official. Yeah, yeah, blah, blah, blah. Official. Official. I'm a dresser. I'm a dresser. I'm a dresser. I'm من المرة معاك. والله ما عرفتش قرصه ديالي يا اخويا. والله اسمعي شو هي الصراحة زعما عرفنا. انا من الشو ديك اللي بغا يرميك ساعة الكفز للراس والعين عطي الانسترين عطي الكشي مفرق يبدو يقصر ويدير اللي بغا. No problem bro. انا دشتنش. انا I'm not needed anymore. مجيني سليس. That's what I was gonna say, خويا. The covers in terms of remix of the shit, like the covers اللي خرجوا راه هما بوحدهم is enough. خويا بزاف صاحبي بزاف. كل واحد وبالهيت ديالو. I like to. بزاف اخويا. Talent. Like it's a talent اخويا. Yeah. انا عجبني ديك اللي الريفية. I think it was بالريفية. Yeah, that one was sick. Yeah, ريفية. Yeah. انا شوف الامازيغية والريفية. The first time ما صعبيتش اسمع شي حاجة بالريفية. Yeah, nice cold. But the first time اللي غنسمع شي حاجة تتغنى بحال هكاك بشلاو. That's different. That is different. Yeah, no, I liked it. Yeah. قال لك كرافاتة. هادشي اللي كاين اشري. Alright, forgot it. Catch you on the fields. Catch you on Fortnite. Alright, love. سلام. هذا ما كان العشرين من نطولوش بزاف. شكرا جزيلا. مش من عودوش ديك شريك نقويلة. يتوب عليكم كاملين. شكرا يعني الناس اللي توشهم موصول يعني الناس اللي وصلهم يعني الناس اللي عجبهم. تنقول لهم يتوب عليكم. بقى حاجة واحدة اللي ما قلتهاش. الناس وهذا مساج الدراري ديالي اللي عارفين اني تندوي عليهم دابا الدراري ديال 2011 تنقول لهم راه يقدر. عارف انا بزاف فيكم عجبهم المرسو ولكن بزاف فيكم منكري. واش هادشي اللي غادي يكون معنا قدام صافي شي راه دار ونبزها بشي حاجة أخرى شي اللي كاينة شي. يشوف عليكم تصبحوا على خير. تمنى شتيناكم معنا